ريال مدريد مواجهة فريق العاصمة الإيطالية روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذكرياته ممتلئة بالمرة الوحيدة التي التقى فيها الفريقين في هذا الدور موسم 2007-2008. في ذلك الوقت كان الملكي في عنفوانه، والجميع يرشحه للقب الذي يمثل أهمية خاصة للفريق كونه العاشر أوروبياً. ارتحل الريال إلى روما لمواجهة الذئاب ذهباً، وبعد 8 دقائق على البداية كان راؤول يسجل الهدف الأول مبشراً بالفوز المنشود. لكن روما لم يشأ أن يكون طريق عبور المرينجي إلى إنجازه الكبير، فأدرك بيتزارو التعادل، ثم أضاف مانشيني الهدف الثاني ليؤجل الحسم إلى عاصمة الملكي مدريد. احتاج الريال إلى هدف وحيد للعبور لنصف النهائي، لكن الأمور أخذت منحاً معاكساً، بدأ من الدقيقة 71 حين طرد مدافع الريال بيبي. انقض الذئاب على مرمى كاسياس مستغلين النقص العددي، فسجل تادي ثم فوزينيتش هدفين لروما، ولم يشفع هدف راؤول متأخر في تغيير الواقع ليتأهل روما إلى نصف النهائي، ويخرج الريال بخيبة أمل ما زال يتجرع مرارتها. كابوس روما ما زال يراوح مخيلة الريال، خاصة مع تشابه ظروف الفريقين، فالريال وروما خرجا من بطولة الكأس المحلية بشكل مبكر، كما أنهما يعانيان معا في الدوري. روما ما زال يراوح المركز الرابع والريال في المركز الثالث، رغم الترشيحات بقدرة الريال على تجاوز هذه العقبة والانطلاق نحو نصف النهائي. دوري أبطال أوروبا سيكون خير تعويض للفريقين على الإخفاق المحلي حتى الآن، والذي قد يخرجهما من الموسم دون أي بطولة. رقمياً التقى الفريقان في 8 مواجهات جلها في دوري أبطال أوروبا، حقق ريال مدريد الفوز في 4 مباريات، وفاز روما في 3 وتعادل في لقاء وحيد. راؤول غونزاليس يعتبر هداف لقاءات الفريقين بتسجيله 5 أهداف، والنتيجة الأكبر كانت فوز ريال مدريد 4-2 في ذهاب دور المجموعات لموسم 2004-2005.